سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. غبرت عليكم هاد الايامات، ولكن راني وجدت لكم بزاف فيديوز غير خصهم المونتاج. كتعرفوا مع الخدمه ما كاينش الوقت، ولكن يا اختي انا ما ناسياكمش. اليوم جيت لكم فيديو جديد. انا بعدا كنحمق على هاد الفيديوهات اللي من هاد النوع، كيف ما غتشوفوا في العنوان ديال المشتريات. علاش؟ اللي ما شريت نزها اختي. هكا كنعرفوا الا بغات شي وحده شي حاجه كتعرفها فين كاينه، كنتقاسموا مع بعضياتنا لي بري، كنتقاسموا مع بعضياتنا الاذواق، البلايص اللي بغيتو شي حاجه. المهم اول حاجه الفيديو ديال اليوم غيكون فيه بارا فارماسي دي برودوي، غيكون فيه من المكياج يا اختي وداكشي اللي عنده شي حوايج خدمتو من المرجان، وغيكون فيه البيجامات يا اختي ديال القيصريه وداكشي وداكشي. مهم اللي كيعجبوها هاد النوع ديال الفيديوهات تبقى معايا. شوف قصريه، المهم فيديو متنوع غادي يعجبك اختي، يعجبك يعجبك، حيت انا عارفه البنات كيعجبهم هاد الشيء. كنتقاسموا مع بعضياتنا وصافي. كاينين شي حوايج اللي شاركتو معكم في الفلوقات اللي فاتوا، ولكن دابا عندي شي مشتريات جديده، ومن جيت للدار ما شاركتهمش معكم، جمعتهم كاملين قلت لهم نديرهم في فيديو واحد. غنبدا معكم اول حاجه هي البارا فارماسي، حيت واحد البنت سولتني على ليكرون توتال، زعما باش ننصحها. غنبدا بها هي الاولى. بالنسبه ليكرون توتال البنات كل وحده والبشره ديالها، كل وحده شنو كيوافقها. تقدر شي حاجه توافقني انا وما توافقكش انت، تقدر توافقك انت وما توافقنيش انا. هادشي النصيحه اللي نعطيكم انكم تمشيو للبارا فارماسي وتشوفوا البنات اللي كيكونوا تما، راه ماشي غير دي فوندوز، كيكونوا عندهم اون فورماسيون كتعرف زعما لابو اش البشره ديالكم، شنو النوع ديال البشره ديالكم، وشنو هو ليكرون اللي غتجي معاك، وعلى حسب الذوق ديالك انت واش بغيتيها تانتي ولا لا. المهم ما غاديش نطول في هذا الموضوع، اللي غنقول لكم هو سولوا البنات اللي تما. انا عندي واحد صحاباتي تما في البارا فارماسي اللي كناخذ منها في المعارف، كنثيق فيهم، واي حاجه خرجت جديده كيعطوني الراي ديالهم فيها وتينصحوني شنو يجي مع البشره ديالي. بالنسبه ليكرون انا شنو نقول لكم، لا غوش بوزي، فيشي، اس في ار، هادو كلهم دي مارك اللي هما زوينين. شوفوا غير نتوما اللي كتجي مع البشره ديالكم. كل مره كناخذ وحده بحال دابا هادي، اول مره غناخذها سميتها سونسيليس، اول مره غناخذها. نصحوني بها البنات، قلت لهم بغيت شي حاجه انفيزيبل ما كتبانش، والصراحه حمقتني البنات. راني درتها شي شنقول لكم راه شي اكثر من سيمانه باش خديتها، غير خليت لها لابوط وكلشي باش نشاركها معكم. حمقتني البنات، الثمن ديالها ما خل فيها لي بري 187 درهم، يعني ثمن مناسب، ما كاملاش 200 درهم، 187 درهم، قولوا 190 درهم تقريبا، ما كاملاش 200. عجبتني البنات اللي ما كيبغيوش ليكرون على قبل داك التلصاق ولا هذيك لابريونس، كننصحك بهذه يا اختي. راه غنوري لكم فيديوهات اللي جايين كنديرها غير بوحدها، كيكون فيها لابريونس شويه كتقيسوا وجهكم، ما كتقيس لكم، ما كتمسحش لكم في الحوايج، ما كتحسوش بها نهائي، كتنشف سبحان الله، وكتعطي واحد اللون زوين في الوجه. المهم هذه انفيزيبل، كتعطيك واحد كتيونيفي لو تان، واخا ما فيهاش ما فيهاش لو تان. المهم هذا هو الحاجه الاولى اللي خديت من بارا، قلت لكم 187 درهم. كنشارك مع البنات اللي كيبغيو هكا الاثمنه، كنشوفني اللي طولت غير في المقدمه طولت، ودايرين فيها مهم بلس 50 اس بي اف، وفيها ووتر ريزيستنت يعني كتقاوم الماء. المهم هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه البنات هي هذا اللي تا هو رائع، من لا مارك فرونسيز فلورونس ناتور معروفه، هذا اليكسير رويال، اليكسير رويال واحد سيروم بريفيكتور، كنقرا لكم باش اللي بغات هكا. اونتي غيد كيشد البنات، كيشد الوجه، كيعطيك واحد ليفي ديال ليفتين، كيهز البشره، كتابليكيو وكتخليو. الا خديتو سيروم بلا ما تاخذو كريم ايدغاتون، الا عندكم امكانيات خدوهم بجوج. المهم كيجي على هذا الشكل، فيه باش جيلي رويال، فيه جيلي رويال، وفيه اسيد ايالورونيك، فيهم بجوج. كتعرفوا هاد المنتجات بجوج مزيانين للبشره. المهم شاركتهم معكم، الثمن ديالو 300 درهم، 299 300 درهم. معروفين لي سيروم تيكونوا غاليين، ولكن كيعطيو واحد ليفي زوين للبشره، وكيدي لك انت بوحدك راه غيدي لك هذا اكثر من شهرين. المهم على حساب واش كديري في الصباح وفي الليل، كيدا في الصباح وفي الليل. والبنات انا في الصيف دابا راني دايره شويه الفون دو تان ما يبانش لكم. المهم انا ما عنديش لي تراس، عندي البشره ديالي الحمد لله حتى الديرماتوك دوي البشره ديالك زوينه، ما عنديش لي تراس، ما عنديش الحبوب، ما عنديش كيخرج شي حبوب في وجهي قليل، ما عنديش داك البوتور ولا شي حاجه. ولكن في الصيف عرفتي هنايا عندي هنايا واحد هاد لابوند كتعمر ليا بالنمش، ما يبانش لكم هنا هاد لابوند هادي كتعمر ليا بالنمش. بصراحه ما كيديرونجينيش بزاف، غير مؤخرا قلت حسن تريتي، خديت هذا سوان كوريكتور اونتي تاش، يعني كينفع حيت دوك النمش هما كيتسموا دي تاش،
المهم خديت هاد لو سوان داير حتى هو 200 درهم 199 درهم ها هما لي بري حتى هو من هذيك لا مارك فلورونس ناتور شكروه لي البنات وانا كنثق فيهم دونك خديته 200 درهم غيدي ليا شحال قالت لي هذا كتعرفوا البنات لي زونتيطاج ما نديرهمش في الصيف ولكن هذا بالضبط هذوك لي برودوي اللي فيه كلهم فيجيتال كلهم ناتوريل قالت لي كيدار في الصباح وفي الليل انا دابا كنديرو غير في الليل حيت ما عنديش ديطاج كبار عندي غير هذوك الميشات المهم هاد لي برودوي ثلاثه هما اللي خديت من بارا فارماسي الجداد ندوزو لحاجه وحده اخرى غندوز دابا عند مول ماكياج ما خديتش ما عندوش حاجه كثيره غير بغيت نشارك معكم هذا اولترا دو زوين ديال زيت الزيتون ديجا جربته وعاود دابا خديت منه باقي عندي الشامبوان ديال اللي كنستعمل فيشي حيت اونتي شوت ودابا خديت هذا الصيف تعرفوا كيكون تدواج بزاف والغسيل بزاف خديت هذاك حتى هو نعاون به وخديت البنات هذا غسول البنات اللي عندهم بودجي صغير اولا الامكانيات ديالهم على قد الحال هذا رائع هيمالايا هذا غسول نيم لتنقيه الوجه هذا الزوين لمحاربه الحبوب ومنع علامات يعني كيحيد حتى الاثار ديال الحبوب الزوين 45 درهم ما بين 45 درهم 50 درهم عند مول الماكياج هذا واقيلا هو 45 درهم المهم كتاخذيه كيف ما قلت لكم هذا منين تي بوحدك راه غيدي لك شحال اكثر من شهرين مره ناخذ حاجه واحد البنات سولوني على الكحول اللي كنستعمل البنات كان مره هذا شنو سميتو لوريال مره هذوك اللي كيدوروا ديال افون وكنستعمل بورجوا دابا هذا الزوين واتر بروف دابا في الصيف ما كيسيحش هذا بورجوا راه معروف كان هذاك بورجوا الاول واعر حتى هو ماشي مكتوب بالزرق كيصبر لكم هذا شويه بحالو غير هو دغيا كيتنجري دغيا خصك تنجريه نوريكم البنات شوف كحل الكحوله ديالو زوين شوف شرطه وحده شفتو هذا الزوين هو قيله 35 درهم المهم البنات اللي سولوني على الكحل الكحول هو هذا بورجوا ووتر بروف راه معروف كاين عندهم المكياج صافي خديت كيف ما كتعرفوا كنحمق على الفيرني انا شي حاجه سميتها فيغني كنحمق عليها فين ما كنمشي كناخذ شي جوج لوينات جداد اولا ثلاثه خديت هادو كانوا رخاصين غير 5 دراهم المهم هادو ديال كل نهار من عند مينيسو البنات من عند مينيسو خديت هاد مقيطات زوينين راهم خارجين دابا كيوت وفنين اونوتا كيجيو زوين كيجيو هكا ثلاثه متابعين وقيلا ب 35 درهم ما عرفتش كنصورتهم لكم فواحد غنبقاو عند مول الماكياج شنو خديت معندو خديت ها ديال البنات اللي كتحيد لي بوان نوار وقيلا كنديرها شي 15 درهم مبغيتش تحيد باقا ما خدمتش بها هي كديرو هنا كتحيدو بها هاد لي بوان نوار هنا وهنا المهم هادي وقيلا 15 درهم 15 وخديت ها ديال البنات عرفتو دابا راه كلشي عندو تقريبا كديرو مثلا كريم ايدغاتونت ولا شي زيت ولا شي حاجه كتماسي ليكم كتهز الوجه بحال هكا ولا كنتو دايرين شي ماسك وبغيتو تسدو المسام ديروها البنات في الثلج ديروها في كونجيلاتور وجبدوها بارده هي الاخرى منها كتماسي ومنها كتسد ليكم المسام كتبقاي انت متكي وانت كتخدمي تعطي واحد الاحساس زوين تهلا اختي في راسنا شنو قلت لكم البنات بحال هاد الفيديوهات زوينين تعرف شنو خارج شنو نجي نستعملو البنات المهم هادشي اللي كان عند مول الماكياج المهم البنات قبل ما ندوز البيجامات من عند مرجان خديت هاد الصنايديله فنه شوف كيفاش كتجي هادي ماشي غير للدار انا قلت لكم نلبسها في الدار تحت لابيسين شوفوا تخيلوا دابا صابغين الصبيعات بالبيض ولا بالغوز ولا بالصفر فنه كتجي خديتها بمعقلتش والله ما عقلت ما كاملاش 50 درهم 50 درهم ولا 59 درهم ولا بحال هكا ولا 49 درهم حتى هي درتها لكم كاينين في مرجان البنات كاينين في هاد اللون وريت لكم في واحد الفلوق فنه ديال الصيف عرفتي غندبر على شي صاك بحال هذا وندي معايا لابيسين ولا البحر كاينه في هذا اللون حتى هو فيغ الكتريك وجون الكتريك وكاينه في غوز الكتريك من مرجان حتى هو خديت لولدي هذه البيسه هكا تا هو كنخطف ليا مره غير ديال الدار باقي ما لبسهاش قلت نوريها لكم شفتوا كيجي الشورت ديالها هكا طويل شويه ولكن الثوب رائع مرجان ولاو كيدخلوا البنات حوايج زوينين هذا اللي في عين السبع مدخلين الرومي في فن عندهم داكشي زوين وانا غنمشي ناخذ منهم شي كسيوات ونشارك معكم هذه 149 درهم كاين الثوب ديالها زوين المهم حتى هي خليتها مع هذا الشيء باش نوريها لكم علاش من قبيله ما بعدتش الكاميرا بحال هكا يلاه يلا عقد باش يبانوا لكم لي برودوي المهم البنات دابا غنشارك معكم بيجامات الصيفيه اللي هي زوينه والثمن جد مناسب البنات اللي ساكنين بوحدهم
كيدوروا بهم في الدار هكا، كتشقاي بهم كتلبسيها في الصباح. تعرفوا حنا المغاربه راه كنلبسوا البيجامه كندوروش بالجين في الدار. المهم واخا كيقول لك ما خصكش لا خصك تبدلي، ولكن حنا هكا العادات والتقاليد ديالنا هما هادو. المهم شارك معكم بيجامات، حتى الا كنتي اختي ساكنه بوحد ماشي بوحدك، يعني مع جوزتك ولا مع ناسك اولا مع دار راجلك، تلبسيهم في البيت ديالك وتبردي بهم. هانتوما البنات شوفوا الفريفرات، نقول لكم الثمن غتصدموا، لان الثوب زوين ماشي ما نيلو ما حتى حاجه. نتوما كتشوفوا فيه، عرفتوا الثوب كيفاش كيكون؟ شوف كلشي على الفريفرات. زعما الصراحه والله هادو اللي كيصاوبوا الحوايج ولاو كيتهلاو فينا. كاين هذا وكاين الشورت ديالها، شوفوا الشورت ديالي يا اختي يا اختي يا اختي. المبردات شورت رائع، الشورت بحال خيط، شفتوا؟ شوفوا لي الالوان، شوف دابا انا مع الفيرني كيفاش جاني. قولوا لي هانتوما، قولوا لي الصراحه، شوفوا البيض مع اللوينات والفيرني كتبانش الانوثه. المهم والله العظيم البنات كنشارك معكم هذا الشيء غير باش نشجعكم زعما تهلاو في روسكم وصافي. ما نبغيش زعما شي وحده تقول لي علاش كتورينا هذا الشيء ولا شاد العياقه ولا هذا الشيء راه ديال 50 درهم ولا. المهم انا قلت لكم الثمن 50 درهم. والله كنشاركوا هكا مع بعضياتنا. تعرفوا حنا البنات عزيزنا الهميزات، هذه سميتها هميزه، هادو البنات 60 درهم الصراحه ماشي 50 درهم، 60 درهم. خلى لي وحده هذه قال لي 60 درهم اخر ثمن، وحده خلى لي 55. المهم هادو 60 درهم دايرين، وكاينين وحدين ديال 50 درهم تاهما فني. المهم هذه هي الاولى طولت فيها لان عجبتني، والثانيه هي هذه. شوفوا لي البنات الالوان، شوف هذه الثوب ديالها تا هو زوين، بيجامات ديال كل نهار ديال التبرات. عارفوا دابا في الصيف ما تقدروش تلبسوا دوك ديال الساتان، هذوك ديال التفركيس ما تلبسوهمش بزاف، تلبسيهم في الليل واحد شويه تبان بهم انيقه وداكشي، ولكن هذا هو الصح والعمل. هاد الثوابات المبردين هما اللي كتاخذي فيهم راحتكم. هانتوما وفي نفس الوقت راها كيوت كتجي زوينه. نتوما شوفوا الفوقاني هكا الشويريط الشويريط، والله الا عرفتي بحال كنهضر مع زعما صحاباتي نيز وخواتاتي. شوف مبردين، هادي واقيلا 55 درهم، حنا نقولوا 60 درهم 60 درهم حيت يقدر ما يبغيش ينقص لكم. وهذا هو ثمنهم ديال برا اللي في القيصريه ورائعين. غندوزو البيجامات الثانيين اختي، هادو معش بيجامات ولا كسيوات، المهم فنين. شوف ديال الخيط غير اللي ما بغاش يتبرد، والله يا البنات الفنين. شوف هانتوما كيفاش كتجي، كتجي بحال كسيوه، ومن التحت راه ما طويلاش بزاف حتى فين تركبوا قيا شويه. شوفوا الفريفرات هاي، هادو البنات سولد 50 درهم، يعني بحال كسيوه. هانتوما هذه بعدا تلبسي معها صنيدي للصباع، والله الا تمشي بها للبحر وكلشي. انا جاتني كسيوه لانها خيط ما فيهاش الثوب ديال البيجام. الاناقه اختي الاناقه واللياقه في الدار. شوفوا لي البنات اللون الثاني حتى هي 50 درهم، ما تقولوش ليا عرفتي راه الصراحه والله الا هميزات. شوف شوفوا الالوان، دابا هذه ماشي كسيوه تخرجي بها، انا والله الا نخرج بها ما عنديش مشكل. شوف فريفرات تلبسيها مع صنيديلا كحله ولا صنيديلا بيضاء. هانتوما دابا هذه ماشي كسيوه 50 درهم، هادو راه فيهم الالوان والاشكال. انا خديت هاد اللوينات شويه خفاف وغنبقاو في 50 درهم. شوفوا لي ثاني اللوينات، راه قلت لكم انا كنحمق على الصفر. هانتوما بعض المرات كنسى راسي كنقول عندي شحال من حاجه صفراء، جا هاد الصفر مع الخضر مع الزرق زوين. 50 درهم هادو ما خديتوش من القيصريه، صاحبه ماما كنا جالسين وجابتهم كتبيعهم لوستها، قلت لها بسم الله علاش لا. كنبغيو نبدلو. شوفوا البنات الصفر هانتوما، دابا هادو من نفس البلاصه خديت الصفر. هانتوما دابا هادو الصفر خديت جوج صفرين بلا ما نحس، الحب الحب اختي العشق اللي عشق ديالي الصفر. شوفوا هادي البنات، هادي واقيلا كانت ب 90 درهم 80 ولا 90 درهم، مهم حتى هي الثوب ديالها زوين. شوفوا فيها الصفر حتى هي، وبونتاكور واعر. هانتوما غتشوفوا غير من الثوب ديالو، نحاول نقرب لكم. شوف مشرط شفتوا، يعني ما كيتحبب ما والو. شوف بحال ديال الخروج، شوف الجيوب فيه الجياب فيه هكا. شوف حتى هي فنه ملبوسه كتجي رائعه، هانتوما غير تخيلوها. تخيلوا هاد اللوينات، هذا مفتوح مع الصفيفر هكا. هانتوما كا ولا ما كا؟
المهم هادو ما بين 80 حتى 90 ما عقلت واقيلا 90 حيت قالت لي راه كتبيعهم 100 درهم اه واقيلا 90 90 درهم. البنات نسيت ما شاركش معكم هاد البوندو يا اختي هو البطل ديال الحلقه. هادو البنات ماشي ما عندهم المكياج، كاين واحد حدانا كيبيع لي بوكل وداكشي زعما لي بيجو داكشي الرخيص، كيبيع الباندات وهاد البوندوات واحد المحل كبير ومكياج حتى هو كيبيع المكياج، غير انا ما كنسميش المكياج انا كتقدم عند اللي حداه. المهم كناخذ هاد البوندوات، راه بزاف منكم اللي عجبوهم وبزاف البنات اللي كيعرفوني وفي الخدمه كيسولوني كيقولوا لي زوينه منين خديتيهم كتعرفي تعزلي. المهم البنات لا غلا على مسكين 260 قال لي 300 كثير، لا خديت ديك المره غير 260 خلى لي 260. شوفوا البنات كيفاش دايرين فنين كيجيو زوينين، انا كيعجبوني كل واحد وذوقه. شوفوا اللون الثاني انت خصك ندير جوج. المهم هادو حتى هما شاد اللون جاني مع هذا الشيء اللي درتو، هادو كنلبسهم في الدار مع بيجاما مع شي حاجه كنلبسهم في الخروج. دابا حاليا مش كنديرهم حتى في الخدمه وجاوني زوين. نوريكم اللون الثاني شوف 260 اختي زوين ولا ما زوينش قولوا لي. كيجيو زوينين، انا ولفت هاد الشده هما كيجيو حتى مع الشعر اللون ولكن انا ولفت تجيني زوينه يا اختي. شي تنفرحوا راسنا بحاجه قليله تنفرحوا بها راسنا. شوفوا التعكيك زوين هاد اللون عجبني، سيرتو كتكونوا لابسين اما كسيوات اما شي حاجه فيها الدونتيل كيجي معاهم هاد لو ستيل. ودابا غندوز لكم البنات التيشورتات اللي حمقوكم. بزاف البنات اللي قالوا لي زعما زوينين بقيت تشاركي معنا بحال هاد الشيء، فين جا هاد مول 50 درهم؟ حدانا في اناسي كاينين دابا ولاو بزاف البلايص كاينين هكا تيشورتات كسيوات اللي هما الرخاصين ديال كل نهار بالنسبه للبنات اللي كيقراو البيدجي صغير. بالنسبه لينا حنا ديال كل نهار بحال دابا انا دوك اللي كنشريت من استخادي من ستخادي فاريوس كانوا ديال دايرين ما بين 200 درهم حتى 300 درهم تيشورت واحد، يعني لا طرتي غتشري جوج ولا ثلاثه. اما ملي تيكون عندك بحال هكا هادو اللي خاص تتعاوني كتعاوني بهم يعني كتبدلي بهم وداكشي. المهم شوفوا البنات هاد الزرق هانتوما كاين افتتاحات في الجناب مع الجين مع السروال في البيض يا سلام. هذا البنات كان 50 درهم. مهم التيشورتات انا ما عارفاش بزاف ما بين 50 و 60، شي وحدين ب 50 شي وحدين 60، هادو كنظن 50 درهم. شوفوا لي اللون شفتو هادو، هذا باقي ما لبستوش كاين شي وحدين اللي لبستهم بحال دابا هاد لورونج كنت لبستو لبستو غير مره واحده. شوفوا لورونج حتى هو واقيلا 50 درهم، هادو نفس الستيل حتى هو افتتاحات وهنا كيجي فيهم هكا هاد البلي هنايا. المهم هانتوما 50 درهم كانوا البنات عجبهم وريتهم في واحد الفيديو وعجبهم قلت نجمعهم حتى هما. وهذا حتى هو اللي فن حمقني خداتو لي حسنه، شراتو لي حسنه صاحبتي وريتو لكم حتى هما في واحد الفلوغ. هادو 99 درهم هادو من دي فاكتو. المهم هكا تيشورتات وكاين البنات شي وحدين اللي لبستهم عندي مصبنين عند مول 50 درهم اولا 60 درهم. خديت هاد الكسيوه اللي فنه جاتني واعره البنات، غير هي جاتني مع الفورمه ديالي زوينه نيشان، غير ما لبستش لكم لان جاتني شويه قصيره. هادي نخليها الوقت الصفر ملي يكون مسافر حيت ما بغيتش نلبس معها شي حاجه، غير هي وصناديله جات زوينه البنات صراحه جات فنه خاصها تلبس عاد كتبان. شوفوا كيفاش كتجي من السدير شفتوا كتجي زوينه بحال هكا، فيها هاد الجويبات فيها هاد السميطه كتجي انيقه هي الصراحه ما قصيراش بزاف، راه غير انا غير انا حشمت نصورها لكم ما قصيراش البنات بزاف. فايت الركبه شويه ملي كنكون خارجه البنات، واخا كنكون لابسه ماشي مشكل كنحس لبسي اللي خارجه بيه نصور لكم به، ولكن في الدار تجيني في شكل نبدا نصور بحال هكا. المهم راه فايت الركبه ها نتوما شوفوا الطول ديالها انا قصيره تجيني فيها الركبه زوينه فنه البنات. قولوا لي بشحال هادي يلا قولوا لي بشحال. البنات اللي ما شافوش الفيديو ديال 50 درهم قولوا لي شحال اختي. هادي 80 درهم شوف فيها واحد الفصاله رائعه حتى نكون لابساها ونصورها لكم. 80 درهم البنات هانتوما فنه هميزه حتى هادي هميزه. وهنا البنات خديت المهم ملابس الداخليه اللوينات وداك الشيء نوريكم غير اللوينات. قلت لي واحد صاحبتي مشات شي تاهو غتوريه لينا، قلت لها لا اختي هي الدنيا حنا كنشوفو في قيصاريه غير هي. المهم ما عرفتش كل واحد. المهم خديت الغوط خديت البلو شويه خديت البيض، المهم بيض شوفوا شويه 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 خديت البيض
خديت المهم خديت لي دو بياس هكا باش كنبدل. كل مره البنات كناخذ هكا شي جوج ولا وحده ولا ثلاثه باش ما كيطلعوش لينا هذوك اللوانات في راسنا. نبقاو دائما نلبسوا نفس اللوان وكتبقاي كتخيي كتبقاي اللي ما مزياناش كتحيديها وتدخلي هكا. ملي كتبقاو مره مره كتخطفوا هذا الشيء لا بيجامات لا ملابس داخليه لا ماكياج لا لي برودوي ما كيتسالاش كلشي في خطره. حيت انا عارفه ملي كيتسالي كلشي في خطره كيطلع لي الدم. خصك ما كنبغيش حاجه وحده. داكشي علاش ما كتلقاوني كنشري من المكازا كنشري من القيصريه ما كيطلع بحال هكا دغيا دغيا كنمل فهمتوا. داكشي علاش مزيان هكا كتخلطوا مره مره كتزيدي حاجه باش ما كتمليش من الحوايج ديالك. هادشي اللي كاين البنات. بقاو بقات ليا غير ايكيا. كنت كنت شاركت معكم مني مشيت انا وحسن للموروكو مول. كنت مشيت لايكيا شريت شي حاجات. المهم خديت هذوك ديال اللي كيدار فيهم عصير عندي في الثلاجه وحده دايره فيها الحليب وداكشي. ما صورتش لكم ثاني كانت رخيصه باقا غنرجع ناخذ منها فني. شوفوا بلي شنو خديت. هذه كنت خايده من ايكيا شحال هذه وهذه عاد خديته زوين. راه كنت شاركت معكم الثمن ما غاليش. شوفوا كيفاش كيجي. شوفوا لي البنات رائعه. تحطوها في بيت النعاس في لاكويزين. انا بغيت نحطها في كوزينه زوينه. شفتوا مني بدلنا غير هكا تبدل الشكل. شوف قداش ولات كتبان لا بلونط. المهم خديت هذا حتى هو هادشي كله كنت جامعه مع هادشي المشتريات الاخرى وقلت نوري لكم. هاد لي سيرفيت البنات ديال ايكيا خطيرين واعرين باقا ما حليتهمش غنحلهم دابا زوينين. البنات اللي كي هكا اللي كيعزز عليهم لا كويزين هادو فنين 49 درهم جو بونس فيها 6. هادو ديما كناخذهم عندهم. شوفوني كنغطي بهم الخبز كنغطي بهم هكا شي حاجه البريوش ولا شي حاجه. المهم بغيت نجبد لكم غير تشوفوهم لا كاليتي ديالهم واعره تعجبوني انا. تمسحي بهم الكيسان شو اللوينات حيت ايكيا معروفه بهادشي كلاس. شوفوا هادو فنين البنات 49 درهم فيها 4 ماشي 6 4. فين ما كنمشي كناخذ منهم. راه باقيين عندي غير هما تعرفوا مع الصابون وداكشي ولكن لا كاليتي ديالهم واعره. المهم خديت هادو تعرفوني انا كنحمق على هادشي ديال الكوزينه. وخديت هادو الحمام للناس اللي عندهم وليدات اللي عندهم وليدات وداكشي كفكره. المهم بلاتي نوريكم الناس اللي عندهم وليدات فيهم لي كولور. هادو ديال الحمام زوينين هكا ملي تكونوا كطرفوا ولا كتغسلوا فيهم لوينات هكا. الدراري شي فيهم جوج 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 يكون عارف كل واحد عارف اللون ديالو باش ما يتخالفوش ليهم. شوفوا اللوينات كيت اما تعلقوهم بحال هكا. المهم زوين هادو حتى هما 49 درهم فيه بزاف. ما شحال فيها جوج 4 6 8 10 10 ب 49 درهم فني ما كتطلق لا خمله لا والو. هادو ديجا خديت منهم وزدت منهم هكا. تقدروا تمسحوا بهم توجهكم غير هما صغيورين شويه. المهم كي تحتاجوا 49 درهم لا غلا على مسكين. صافي هادشي اللي كاين. البنات هذيك واحد السروه كنت خديته مؤخرا من بيرشكا زويون ولكن ما عرفتش فين هي الصمطه ديالو. كنت لبستو هذا حتى هو. شوفوا كيفاش كيجي كنت لبستو حتى هو جاني حتى معاه بحال هادو. كنت خديت هادو في البيض وفي الكحل جا معاهم فن كيتلبس بحال هكا فهمتوا بحال هكا كيجي طالع طاي اوت فهمتوا طاي اوت. وفي هنا السميطه غير السميطه ما عرفتش فين هي حيت كنت لابسه. قلت نشاركو معكم حتى هو كاين في بيرشكا. كان واحد اليوم تحطهم حتى في زهره مي هذا خديتهم في بيرشكا من المعارف تما حدايا. كيجي زوين حتى هو غير مع صنيديله وشي حاجه هكا في الدونتيل ولا شي شوميز خفيفه وصافي. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شاركت معكم كل شيء اختي ما خبيت على حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو هذا النوع ديال الفيديوهات كنشاركوا هكا غير باش نعرفوا شنو كاين شنو ما كاينش الاذواق. كنشارك معكم الاذواق ديالي الذوق ديالي وكنبدل شويه من المحتوى ديال القناه. ما كيبقاش دائما الطبخ دائما فلوغات. مره مره تنديروا هكايا شي فيديو بحال هكا باش كنخرجوا على هذاك الروتين. هادشي اللي كاين. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش قول لي الراي ديالكم. قول لي لي كومونتير كيف ما كنقول لكم دائما. ما عجبكمش كنقول لكم سمحوا لي نطلقوا فيديو جديد ان شاء الله. كنقول لكم البنات مبروك عواشركم وعيد مبارك سعيد. كتعرفوا العيد قرب ما بقى والو يا اختي. العيد غنبدا معكم ثاني تجهيزات ديال العيد داكشي خفيف لان صراحه ما صوبتش الحلوى حيت باقا عندي الحلوه. عندي زعما عندي حلوه ديال اللوز داكشي ما حاش غنصوب هذا العيد الحلوى ولكن ضروري غنشارك معكم الاجواء هكا الا تخديت شي حاجه. تعرفوا حنا كيعجبنا هاد الاجواء وصافي. المهم طولت عليكم الفيديو ديال اليوم. كنقول لكم نتلاقاو فيديو ديال فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم وبوسه كبيره لكم كاملين متتبعاتي الوفيات وصحاباتي وحباباتي. الله يخليكم.